ضيوفنا راح نروح وياهم الى المحطات اللي عاشوها واثرت بيهم ويعني خلت ذكريات موجوده في مخيلتهم. خلينا نتعرف على ركاب رحلتنا لهذه الحلقه ونبدي مع ضيفي الاول يونادم كنا. اهلا وسهلا بك يونادم. كان رئيس ائتلاف الرافدين. نعم نعم اردت ارحب وبعدين اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك ورمضان كريم عليك ان شاء الله. كريم على كل الشعب العراقي وعليكم وعلى الاخوه. رئيس ائتلاف الرافدين. وايضا ضيفي الاخر هو سياده النائب عارف الحمامي وهو من دوله القانون. حياك الله ورمضان كريم عليك. القانون حياك الله ورمضان. جزيلا. ضيفي الآخر هو سيادة النائب كاظم الطوقي مستقل. أهلا وسهلا بك وكل عام وانت بخير على رمضان إن شاء الله. تحية لكم وضيوفكم وشاهدكم الكرام. رمضان كريم على كل العراقيين. شكرا جزيلا. أيضا ضيفي الرابع هو سيادة النائب علي جاسم الحميداوي عن تيار الحكمة. حياك الله ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى ضيوف الكرام على كادر قناة الأيام وعلى شعبنا العراقي الحبيب. شلون رمضان وياكم؟ يعني احنا اليوم جامعين من كل الكتل والمحافظات مسويين جمعة حلوة ان شاء الله. يعني احنا نشوفها بالواقع مرات لكن بالبرلمان ما نشوفها. مرات نشوف اكو تضارب بالاراء، اكو مرات تصير خلافات، اكو شيء. خلينا نبدي ويا سياده النائب ينادم. هذا الاشكالات اللي يصير بالبرلمان هل هي مفتعله لو فعلا ده تصير هيك؟ لا لا، في الحقيقه يعني كل من يعبر عن وجهه نظره بما يغضب منهجه او منطقته او مصالحه مصالح كتلته وهكذا، فاحيانا تتقاطع يعني سواء كان مسألة الموازنة، سواء كان قوانين أخرى. نتفق ونختلف أحيانا، لكن كل من يعتقد بأنه هو صاحب هو الصح أو هو الأكثر يعني فائدة للشعب العراقي أو للشريحة اللي يمثلها فيدافع عنها، سواء كان على خلفية مناطقية أو خلفية أخرى يعني أو حسب قضية فكرية أصلا. إذا يعني هي مو خلافات مفتعلة نفس ما احنا مرات لربما لربما مو مفتعلة، ولا لكن لربما اكو بعض الأشخاص يعني ما نعمم أحيانا يعني ماكو داعي للإلحاح الزايد اللي ما له أساس يعني. طشة أسميها شو أسميها ما أدري يعني. هو احنا هسه زمن الطشة مثل ما يقولون. إذا نغلق البث المباشر لربما ما يلح زايد، بدل 50 متحدث يصيروا 10 15. صحيح يعني تطي فجو للبرلمان وجلسات البرلمان هذه. لا هي طبعا البث المباشر كل احد يطلع انه هو دافع عن بصره او هذا دافع. انا موجود كركوب. انا موجود شوفوني. عرفت إيه؟ إيه؟ انا موجود ودافعت. بس اذا ماكو نقل حي ماكو نقل مباشر لربما ينخفض هذا. هاي لربما يسمعني يعني السوشيال ميديا هسه عمت عليكم مو الموبايلات. يسمعني دوله رئيس البرلمان يعني اذا ماكو بث لربما راح يقل. يفتح هو دستوريا لازم يكون يعني مباشر مو سريه. فيجون ناس تيجي خلي يشوف اللي يريد يجي خلي يجي يشوف. مو بالضروره الا فضاء تلفزيون و50 متحدث ونبقى لك هناك ساعات من اخر الليل. زين خليني يعني ارجع لمود برنامجنا. قد يختلفوا معي اخواني ما ادري. هي حاله طبيعيه في اي نظام سياسي برلماني. كل كتله عندها منها سياسي وكل كتله عندها مشروعها السياسي اللي تعتقد هو مشروعها اللي يخدم بلدها، فبالتالي تصير حاله الاختلاف. بس المفروض الاختلاف ما يتحول الى خلاف. نعم فعلا. بس كظاهره برلمانيه كل العالم نشهد في كل القبه البرلمانيه اي دوله تصل مرات حتى يعني العراق بالايدي. احنا نشوف مرات لحد الان ما وصلنا. احنا نشوف حاله عندنا كم حاله يعني. بس هي ظاهرة طبيعية في أي نظام سياسي برلماني. نشوف هاي الاختلافات الآن تنضج الرؤية وينضج المشروع بالتالي يصير عملية تصويت. يعني من وجهة نظركم آخذ وجهات نظركم يعني جميعا هذا هسه احنا تجمع قلنا من عدة محافظات ومن طوائف أخرى، لكن هذا الجمع هل يسبب تشتت في بعض الاحيان؟ خلي اخذ رايك اول مره. انا ما اعتقد انه يسبب تشتت، انا بينت قبل قليل هذه الجزئيه انه كل الانظمه السياسيه البرلمانيه هي انظمه عباره عن كتل سياسيه موجوده داخل قبه البرلمان.
وكلها عندها برنامج انتخابي كانت فعلاً عليه قبل بدء الدورة، وصارت بكبرة البرلمان يكون عليها ندافع عن برنامج السياسي، وأكيد هذا البرنامج السياسي مال هذه الكتلة أكيد يتقاطع مع برامج السياسية عامة. نعم. فبالتالي حتى ينضج المشروع، حتى تنضج الفكرة، حتى ينضج هناك اختلافات. ولهذا مثلاً التحاور حاصل، الاجتماعات حاصلة بين قادة الكتل السياسية إلى أن تنضج المشروع قرار أو مشروع قانون، وبالتالي يتم التصويت عليه. اللي شاهد احنا في هذه الدورة هناك استقرار يعني سياسي موجود يعني في قبة البرلمان، ما كنا نشاهده في دورات سابقة. اليوم نتحدث عن كتلة اسمها إدارة ائتلاف الدولة بها 280 نائب، فما أعتقد عندنا مشروع ممكن يتعرض لإشكالية مثل ما كان يتعرض في دورات سابقة. قد نختلف في جزئيات بسيطة، يعني على سبيل المثال ممكن يجينا قانون المواصل راح يخضع إلى ورشة عمل بين اللجان حتى تناقش، وأيضا راح يخضع لاجتماعات لقادة الكتل السياسية وبالتالي ينضج هذا المشروع. فأعتقد هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية في أي نظم ديمقراطية برلمانية. يعني ما يسبب تشتت؟ ما أعتقد يسبب تشتت، بالنتيجة من نوصل إلى قرار وإلى قانون أكيد إحنا كنا راح ندافع عليه باعتبار هذا القانون كان نتاج انه هذه السلطه وهذه المنظمه. قد يختلف 2-3-4 كتله معينه 50 نائب، بس بالمقابل تدريب بعد هو هذا اختلاف لا تدريب بعد هو نظام اغلبيه، بنكون اغلبيه حاضره في هذا المشهد اكيد هو هذا المشهد راح يكون القرار. الكل هي متفقه على انه احنا مش ضمن السياقات الديمقراطيه. خليني ارجع لسياده النائب الطوقي. راكب قطار قبل؟ اي راكب قطار هنا بالعراق لو خارج. لا بالعراق، ومن جيت هنا البرنامج ذكرتوني. هو انا داري تطلع هاي الحكايات والذكريات اللي موجوده. اختياركم برنامجكم المحطه، وبالعراق اليوم واحد كثير محطاته، يعني خصوصا اعمارنا احنا متقاربين تقريبا. يعني انا كنت خدمتي العسكريه كنت في محافظه قرب الناصريه بالمركز، وكان يستوجب انه كل يوم بالاسبوع لازم اجي لبغداد اجيب بريد يعني. زين. كل ثلاثاء الساعه 9:30 بالقطار محطه الناصريه اوصل هنا بالتوقيت بالدقه بالساعه 6:30 الى بغداد. فكنت هاي على مدار سنه المحطه زايده. ولا زالت شامخه وتمثل رمز. يعني اليوم من فتت للمحطه استرجعت الذكريات فيها. اكيد اكيد اكيد، وتاريخ هذا من يعني ايام من 93 يعني. حلو فترة طويلة كلها. حلو انه نرجعكم لهذه الذكريات. نعم احنا واليوم من جنا انا والاخوان والزملاء شفنا المحطة لا زالت شامخة وحلوة، تاريخ العراق يعني حتى القديم حلو يعني. زين سيادة النائب اكو من الكواليس حكينا عن قصص وذكريات موجودة هنا بسكة الحديد وكذا، بس خليني ارجع شوية لورا. اكو بعض الاشخاص يخافون من ركوب الطائرات، يخافون من حتى من السيارات كذا، فيتجهون للقطارات. من وجهه نظرك يعني القطار هو امن من بقيه يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولحضرتك الضيوف الكرام. اكيد القطار دائما في دول العالم كثير يعني المواطنين تعتبره هو وسيله النقل الهام، هو فعلا يعني الان حوادث القطار اذا تريد تاخذها قياس نسبه وتناسب هي اقل حوادث من الوسائل الاخرى. السيارات يوميا عشرات اذا مو اكثر من الحوادث، الطائرات دائما حوادثها يعني مميته، القطار يعني نسبه الامان كثيره فيه. فلذلك دول العالم والان تقنيات العالم طورت بالقطار وتحول الى المترو وتحول الى القطار السريع. الان حتى في دول الجوار في تركيا في ايران الان عده انواع من القطارات السريعه بالنسبه الى وسائل الراحه. نامل احنا من يعني حكوماتنا المتعاقبه لحد الان هي ما اعطت اهميه كبرى حقيقه لهذا القطاع المهم بالعراق، واحنا نمر في ازمه نقل وحوادث كثيره وكبيره، بما انه احنا ايضا ما نطبق معايير السلامه في لا في طرقنا ولا في سياقاتنا ولا في الرقابه الى شوارعنا. لذلك حقيقه اختيار المكان والحلقه هو اختيار حتى السؤال الى سبب هو الى يعني بالحقيقه سبب. لذلك هاي المنطقه من بغداد ومن العراق، انت تذكر
منطقة حلاوي الحلة محطة الدمام، انت قبل ذكرياتك تروح يعني ترجع الذكريات انت خاصة الاعمار كما كان السيد النائب تتذكر محطة القطار، تتذكر حلاوي الحلة لانه احد عقود في وقتنا كانت عسكرة المجتمع والحروب، واكثر الشعب العراقي عسكر، لذلك يجون بالقطار ويجي بالسيارة وتمر يعني في هذه المنطقة. خليني ارجع لسؤالي، تتخيل المنطقة والملابس العسكرية اللي وقفت حلاوي الحلة، المنطقة مو سياحية الآن يعني هي، وإنما هي منطقة يعني منطقة ذكريات، ولكن هي منطقة يعني ما أكو واحد يقول لك اليوم خلنا نروح أتونس أتمشى بالعلاوي. لا أنا أريد أسأل سؤال، هذا القصد كله سؤال. اضطريت في عالم السياسة إلى ركوب قطار وس، يعني رحت في رحلة أنت مضطر إليها، ما حبيت انه تكملها او مضطر كنت في هذا الرحلة. رحلة الحياة هي بها محطات، فالانسان دائما يعني في حياته محطات كثيرة، تبدا من محطة الى اخرى، وفي يعني الانسان توجد يعني في بعض المحطات كبوات معينة واخرى تكون نجاح في محطات معينة. يعني انا بالنسبة لي يعني حياتي عامل بالقطاع الخاص، ودائما القطاع الخاص بصورة عامة يجذب الصداقات. القطاع الخاص يجيب لك العلاقة مع التاجر، مع المسؤول، مع وجوه المجتمع، مع الفقراء. انت يعني انت عايش في مجتمع القطاع الخاص بالإضافة الى يعني علاقاتك الأخرى. فالسياسة اصلا تكون ما يقدر واحد يتخلى، خاصة في مجتمعنا احنا تعرفون العراق مو بدل بلد عذرا مستقر، حتى نقول اليوم حتى فلاحنا سياسي، انت عنده وجهة نظر وعنده رأي، من يقعد الفلاح يسولف لك على السياسة ويقرا لك الوضع السياسي، يقرا لك المستقبل، يقرا لك تأثير البذور، ليش تأثرت البذور؟ يجي بيها نبرة سياسية. من المي انقطاع سياسي، ليش انقطع المي بالعراق؟ تركيا شادة المي على اليمن. فاليوم المتعلم ما تقدر تسلخ نفسك عن الواقع السياسي بالحقيقة. من ينقطع المي بالشبايش وهي سياسية. شلون؟ فعلا كل شيء إلى تحليل. لذلك احنا يعني بالعراق بالحقيقة تختلف عن دول أخرى، يمكن اكو دول يعني يقول لك نعرف حتى رئيس الجمهورية ما له علاقة. بلد مستقر، مؤسسات تشتغل، احنا ننتظر الحكومة الطلاع الروح حتى تتشكل على امل ان تتحسن الامور. هكذا هو واقعنا في الحقيقة. اذا اريد نعرج على موضوعات القوانين وغيرها، يعني قوانيننا تخضع الى الاتفاقات السياسية، فبالتالي يصير بها تأخير ويصير بها مراجعات كثيرة. اذا نتكلم عن الموازنة وما حدث للموازنة، شنو اللي أخرها وشنو اللي خلى أنه بعض السياسيين يريدون يمرروها لكن البعض الآخر يريد يعني الابتعاد عن التصويت عليها؟ خلي نسألك سياسة قبل لا أجاوج. إن شاء الله قعدتنا هنا يكون يشوفها أخونا زميلنا عبد الرزاق محيبس وزير معالي وزير نقل، عسى أن يفكروا يجيبون قطارات حضارية. يعني كنا بيابان مسافة 1000 كيلومتر 3 ساعات مشيناها، احنا قطاراتنا وقفوها 2003 من عجينا، وزير نقل صار من حصتنا، دقينا رجل الى ان اشتغل قطار بغداد جنوب وبغداد موصل، قنعنا كل رؤساء العشائر المنطقة، كل واحد يعطيني 20 حارس حتى يحمون السكة، 30 حارس 20 حسب المنطقة يعني. نعم. ورجعنا قطاراتنا وهسه يعني هو عتب على عتب. لا اريد اقول اي وزير نقل. نعم. ان شاء الله تكون يعني هالجلسه هاي حافز للاخ المحيبس انه يهتم قبل انتهاء الدوره، نشوف قطاراتنا تروح تجي، نشوف عربات نظيفه مرتبه سرعه. هاي واحد. اثنين، على الموازنه، الخلاف والاختلاف يصير على اقدر اقول على يعني بعض الابواب والتقسيم الـ شمولية، ولو أنه مذكورة حسب السكان، لكن مع ذلك حسب المحرومية أيضا. طيب المحرومية أي محرومية؟ مثلا بين الناصرية أقول
ما ادري ايدني استاذ ولا نعم او اي اي مكان اخر تكريت ولا اربيل ولا حتى بغداد حرمان هل هو مثلا جنوب هل هو شمال هل مثلا هو تكريت بعتبرها هسه محروق من المناطق المنكوبه من داعش غربيه لا روح قيس تكريت وقيس ناصريه مثلا ناصريه ما كان بها داعش مو لكن هم هنا محرومه فمشكلتنا عندما نقسم الحصص المحافظات وتنميه الاقاليم بغداد هسه ربع سكان العراق تقريبا صارت اذا مو ربع ف 20% اكثر فايته زين بس ما عنده حصه بغداد حتى الامانه حتى المشاريع القطار هذا والمترو ما ادري شنو كلها ماكو نايمه شيل الرصيف رجع الرصيف شيل الرصيف رجع الرصيف على ما اتذكرها 20 سنه شغلتنا هاي ما سوينا شيء يعني انفاق فكينا الاختناقات ببغداد سواء انفاق او مجسرات تطلع من باب الشجي على ساحه الطيران ليش ما اطلع جوا على الخط محمد القاسم والثاني على يسار على محمد القاسم ماكو بعد اختناق يعني حركه بسيطه مال اربع اشهر خمسه ماكو سته اكيد ماكو احل المشكله فالمشكله الموازنه من نجي نوزع كل واحد يريد مالاته مال منطقته ومال هو اللي هو بباله فنوبات نوبات هل جر وعر يعني مشكله تبقى ايام اكو تصريح لسيادة النائب يقول هو هي صراع سياسي وليس فني يعني الموازنة هي سياسية وليست فنية اكو تصريح في احد يعني تصريحاتك اريد افهم شنو القصد من انه تقول هو ليس فني يعني ما مدروسة الموازنة وما موضوعة بشكل صحيح يعني حتى تتمرر لا ما اعتقد يجوز اخذوا جزء من حديث كامل اعتقد الموازنه اليوم السيد السوداني الخطوات اللي بدا بها بطلع رئيس الحكومه وبرنامج الحكومه لحد الان احنا نعتبره جيد. نعم. الموازنه اخذ بها وقت الكافي واخذ كل الجوانب قبل تقريبا خمس ايام كان لقاء خاص وياه انه الموازنه استحصل على كل الجهات اللي لها تاثير على الموازنه. خلينا نقول جهات سياسيه، جهات اداريه، جهات اقتصاديه. يعني كل جانب اقليم كردستان اللي هو دائما يكون محطه لتاخير هذا الموازنه الرجل يقول هاي كلها استكملتها فمن جيت للمجلس النواب انه انا كل شيء استكملته باقي على مجلس النواب هو مجلس النواب يمثل هاي كل الجهات يعني تعتقد انه راح يمرر ويكمل؟ شوف خلينا احنا الموازنه من اجت المجلس النواب كان اكو بها فقره ثلاث سنوات البعض من النواب يعني اللي ما عنده تجربه تنفيذيه نعم بالعمل التنفيذي ما يعرف شنو قيمه ثلاث سنوات الموازنه انا اعتقد افضل خطه انه يوضعها رئيس وزراء انه خطه لثلاث سنوات على الاقل لان دائما الموازنه بالعراق تبقى ثلاث اشهر اربع اشهر او الشهر الثالث او السابع تاخيرها هذا يعتبر شلل لجميع الوزارات فعلا تبقى الوزارات تعمل على 1/80 انا كيف اعمل انا وزاره الصحه بدل ما انا اقدر اشتري باكو موازنه واشتري ب 250 مثلا صلاحيتي وين اقدر انا اشتري ب 50 علاج وشوف لذلك هسه كل المستشفيات تروح ما تلقى حتى الكانوله بالمحافظات عندنا اكبر مستشفى عندنا ما تلقى ابسط العلاج يروح يشتري المواطن من برا من ليش؟ لان ما عنده صلاحيه لان موازنه يشتغل على 1/12 اذا اكو موازنه مستمره راح وزاره الصحه تشتغل وزاره البلديات تشتغل كل الوزارات تشتغل بشكل طبيعي وممكن احنا في كل سنه مجلس النواب كل سنه جديده ممكن يصير تعديل على بعض الفقرات ويصوت عليها مجلس النواب يعني انت مع هذه طبعا بعض الاخوان اللي هو ما عامل بالجانب التنفيذي وما يعرف اهميته يقول لك انا شلون ثلاث سنوات وانا اعرف انا سنه 24 ايش راح يصير سنه 25 راح يصير لا ما له علاقه انت تعمل كل سنه بموازنه الموازنه المهم يكون قرارها استمراريه الوزارات ان تعمل بموازنه كامله دون 1/12 اما اذا حجم الموازنه وسعر البرميل اللي يتحكم ب السوق الدولي ممكن انا يصير تعديل على بعض الفقرات هذا جانب الجانب الثاني يعني من ناخذ على الموازنه يعني سعر النفط مثل ما تعرفون يعني صارت 70% اللي تحدد به في هذه الفتره اللي جت الموازنه بالتوقيت سعر النفط انخفض هذا اهم مجلس النواب يقول لك انا هاي موازنه لازم صادق عليها باكر اذا اكو اشكالات مسؤول امام الشعب او انا عندي عجز زين انا لازم اعرف من رئيس الوزراء
شلون تعالج هذا الانخفاض؟ نعم. والرجل هو اكد قال انا لازم احضر بالجلسه الثانيه اللي يصير بها قراءه ثانيه، احضر لاي سؤال يطرح من النواب حتى ممكن اجاوب وابرر للحاله اللي قد يشكل عليها مجلس النواب. وهذا اعتقد انا احنا الموازنه ما تحمل بعد تاخير بصراحه، اكيد يعني اليوم شهر الثالث خاصه الشعب بدا يتضمر، وهذا والموظفين وغيره. هذا الموازنه بالذات تعرفون لان بها تعيينات وبها تثبيت، وهسه اليوم مثل ما قال السيد الناعم اليوم الفلاح يعرف الموازنه بها كذا، والانسان البسيط يعرف بها. احنا سوقنا توقف بسبب سعر الدولار وارتفاعها الفتره، اكو مخاوف عند الشارع. الموازنه هي ضخ اموال بالشارع، معناتها يرجع السوق يتحرك، رئيس وزراء جديد، حكومه جديده، ما ممكن احنا نرى عملها او نطالبها بعمل بدون ماكو موازنه حتى تنفذ خطتها. طبعا كلام مضبوط، ونعتقد انه هي بعد يراد لها هوايه يعني صبر، يلا راح تنقر. هذا اللي معروف بالشارع، انا اللي دا اقراه بالشارع انه الكل يقول انه الموازنه ما ممكن تتمرر بسهوله. هذا راح يتوقف على رئيس الوزراء واقناعه لمجلس النواب. نأمل. خليني ارجع للسيد الحمداوي، ملف الخدمات والامور اللوجستيه في مجلس النواب، شنو اللي وضعتوه من خطط مستقبليه، خاصه انه قلنا انه الموازنه لحد الان ما فعملكم كله يعني تقريبا متوقف او مشلول مثل ما نقول، فشنو الامور اللي تقدرون تسووها وفق هذا الموجود؟ أول شيء يعني عودا عن بد في علم السيمياء اختياركم لموقع المحطة هذا يحسب لقناتي في الأيام، لأن أنا كل ما أباوع عليك يصير قبال المحطة. هو احنا نريد نعيشكم الأجواء، وهذه المحطة تخليك أمام شيئين. أول شيء لو تتذكر قطار عمرك والمحطات اللي وقفت بيها، لو تباوع على هذا الصرح المهم العمراني، هذا فد معلم من معالم بغداد طبعا. يعني بهندسته، بموقعه، بتاريخه، باهميته، هذا فالشيء مهم جدا لبغداد، وايضا هو يتعلق بقطاع الخدمات اللي اشرت عليه قبل قليل. احنا واحده من مشاكلنا المهمه هي قضيه الطرق والاختناقات المروريه ورداءة الطرق والمشاكل اللي تصير بيها والحوادث المفجعه اللي تصير بيها. ما يمر يوم اذا ما اكو حادثه تصير. انا اقول يوم علينا ان نهتم بمعالجه هذه المشكله الحقيقيه، واحده من معالجاتنا هو قضيه قطاع السكك الحديدية اللي هي مسؤولة عليها وزارة النقل والمواصلات. فعلا بيّن شيء سيادة النائب، قال أنا في اليابان طريق يعني من مدينة لمدينة 1000 كيلومتر بثلاث ساعات، يعني بسرعة الطائرة تقريبا 300 كيلو بالساعة، و 300 كيلو أكثر من 300 كيلو بالساعة، 300 كيلو متر بالساعة، يعني ثلاث ساعات ممكن أنا أوصل لمنطقة معينة. وبالتالي احنا اليوم امام وسيله الطرق هي الامن في وسائل الطرق. احنا علينا ان نتوجه باتجاه هذا الموضوع. موضوع ملف الخدمات في هذه الدوره ملف مهم جدا، والحكومه اطلقت على عنوانها حكومه خدمات، واحنا ايضا قاعد نشوف مصاديق لهذا العنوان في اكثر من مشروع. لعل واحد من اهم المشاريع اللي اطلقتها الحكومه هي يعني الشهر اللي مضى هي مشروع حزمه فك الاختناقات المروريه في بغداد، اكثر من 19 مشروع مهم، وهذا راح يساهم بشكل كبير جدا على معالجه. يعني نشوف على ارض الواقع راح ياثر على الشارع. 15/4 راح يتم توقيع العقد، الشهر السادس راح يصير التنفيذ، واعتقد اكو مشاريع بسنه تكمل واكو مشاريع بسنتين تكمل، بس هذه معالجات حقيقيه لمشكله خطيره في بغداد. في الموازنه اكثر تقريبا من 40 تريليون هي موازنه استثماريه لمشاريع مهمه، واغلبيتها هي لمشاريع خدمات، سواء كانت في قطاع الطرق، في قطاع البنى التحتيه، بناء مستشفيات، مدارس. يعني اليوم كان عندنا الامس كان عندي لقاء مع مدير تربيه الكرك الثاني. مدير تربيه الكرك الثاني يقول انا من 1920 لحد هاي السنه 2020 في قطاع الكرك الثاني انا عندي 500 مدرسه. انا هذه السنه راح تنبني عندي 220 مدرسه، يعني ما يقارب 50% من هذه المدارس ضمن العقد الصيني. فاقول اليوم احنا امام خطوات مهمه باتجاه تتنفذ على ارض الواقع. اكيد يعني هذا يعني عذرا على المقاطعه، بس اكو شغلات مرات نحسها فقط انا قاعد مادم. انا اسمحي لي ستي، انا قاعد المس الجديه في هذا الموضوع. انا اليوم من اتحدث بعنوان رئيس لجنه الخدمات النيابيه، واحنا ما عندنا ايضا نتحدث عن موضوع انتخابي، لا احنا نتحدث عن جهه تراقب اداء الحكومه، واحنا داعمين للحكومه، وطول هي الحكومه قريبه للمواطن وجاده في تنفيذ برنامجها الانتخابي.
فاليوم اللي قاعد نلمس هناك خطوات حقيقيه جديه، يجي رئيس وزراء بحفل لقضيه الاختناقات المروريه وبيده يوزع يعطي الدعوات للشركات الصينيه، هاي ما صايره قبل، وهذا معناته جديه في الموضوع. الاجتماعات بالمحافظين والساده التنفيذيين اللي هم مسؤولين على قطاع الخدمات وتشكيل لجان والتاكيد على نزولهم الميداني، هذا ايضا جديه. الاستعجال في قضيه الموازنه ودفع الموازنه اللي هي الموازنه الاكبر في تاريخ العراق، نتحدث عن 196 تريليون دينار عراقي في موازنه 23، تقريبا حدود اكثر من 40 تريليون هي ذاهبه في اتجاه مشاريع استثماريه مهمه. هذه قفزه راح تسوينا في قطاع الخدمات. احنا بالنسبه لنا لجنه كخدمات صارت لنا اكثر من اجتماع، سواء كان مع وزير البلديات والعماره والاسكان وايضا مع الساده المحافظين، واعطينا اولويات مهمه لمشاكلنا. نعم. واولوياتنا على اساس حاجه المحافظه لهذه الاولويات. من نجي لبغداد نلقى طرق عندها مشكله، من نجي للحله نلقى مجاري الحله، من نجي للديوانيه نلقى مشكله المجاري الديوانيه، من نروح للبصره نلقى مشكله المي وتحليه المي في البصره. فاحنا عندنا اولويات، واحده من اولوياتنا هي قطاع الطرق. احنا اليوم اكو مشاريع مهمه في هذا القطاع، نتحدث عن طريق الحلق الرابع لبغداد اللي راح يخدم بغداد وهذا راح يصير الى تنفيذ في موازنه 23، نتحدث عن القطار المعلق وجديه الشركه الفرنسيه وحاضره في بغداد وقاعد تتباحث مع المؤسسات المعنيه وهذا داخل ضمن موازنه 23. هذه مشاريع استراتيجيه عملاقه، هذه راح تسوي لنا نقله بالواقع الخدمي. وايضا عندنا مشاريع متلكه من 2012 و2010 ونسب انجازها واصله 60 و70، وهذه قاعد تتعرض الى حاله من الاندثار. ايضا هناك اولويه في اكمال هذه المشاريع حتى بالتالي تخدم هذه المناطق، لان انا شنو الفائده اسوي طريق وانا ما عندي بنى تحتيه؟ يعني اليوم نروح المحافظه مثل الحله او الديوانيه 5% من بناها التحتيه كامله، 5%، شوف الرقم، يعني لا 50 لا 75، 5% ما بيها شبكات. شنو السبب قله الموارد لو شنو؟ السبب الحقيقي في هذا انه اغلب هذه المشاريع هي مشاريع وزاريه. مشاريع وزاريه مو مشاريع تنميه الاقاليم، مشاريع وزاريه فشلت الوزارات في احالتها الى شركات رصينه، انتجت مشاكل مهمه وقاعد تصطدم ايضا بعقبات اداريه وقانونيه. ايضا صادفنا في وضع معين وضع الامن السيء، معاركنا مع داعش، ازمه اقتصاديه هم صارت، يتذكر السيد النائب قرار رئيس الوزراء السابق العبادي اللي وقف كل المشاريع المستمره بسبب ازمه اقتصاديه. اقول اليوم احنا امام وضع وأمام فرصة يجب أن تستثمر استثمار حقيقي حتى نعالج مشاكلنا، استقرار أمني حاصل، استقرار سياسي، بينت اليوم كتلة كبيرة تقف بظهر رئيس الوزراء 280 نائب، وآم مجتمعي حاصل في البلد، وموازنة استثمارية هي الأكبر في تاريخ العراق، يجب أن تستثمر هذه العوامل بالشكل الصحيح حتى نشوف خدمات تختلف عن ما شاهدنا ومشاريع حقيقية. نقدر نقول على هذه المشاريع انجزت في هذه الدوله. يمكن قبل ناخذ فاصل خلينا نرجع لسياده النائب عارف، قانون النفط والغاز وصعود الدولار وهذه الامور اللي تحس انه المواطن يحكي بيها هوايه اكثر يمكن حتى من اموره الشخصيه، برايك ايش وقت نتخلص من هذه الوسوسه اللي عند الشخص العراقي حول ايش وقت راح ينزل الدولار، ايش وقت راح نحس انه فرق النفط والغاز، ايش وقت يصير بي يعني فد حلحله، حكينا عن الموازنه، حكينا عن يعني المواطن دائما بباله اكو هوايه دور اسئله. الحقيقه هاي قوانين مهمه ولها اثر كبير حتى على الاستقرار السياسي للبلد، تكون هاي قوانين تحتاج الى توافق سياسي خاصه قانون الغاز اللي دائما هو يسبب مشكله سنويه بين الاقليم والمركز. هذا ايضا ينعكس بالاضافه الى عدم الاستقرار والوفاق السياسي ينعكس على الاثر المجتمعي، لانه يعني ابن المجتمع ابن البصره ابن الناصريه من يشوف النفط ماله كله يروح للموازنه الاتحاديه للحكومه الاتحاديه، ويشوف نفط الاقليم ما يدخل من عنده ولا دينار. هذا يشكل اثر نفسي، يشكل مشكله، ويشكل يعني يقول لك اكو عدم عداله لتوزيع الثروه بالبلد. يعني هذا يعني باتفاق سياسي بسكوت سياسي، بعدين احنا
هذا يعني بيأثر على الثقة على الحكومة وعلى القيادات السياسية بصورة عامة، خاصة القيادات احنا تعرفون واقعنا بالبلد معروف، احنا مكونات مكونات رئيسية بالإضافة للمكونات الأخرى يعني إخوان المسيح والمكونات الأخرى. أما احنا نكون شركاء حقيقيين هذا البلد، كل واحد يتحمل الواجبات اللي عليه والمسؤوليات اللي عليه وينطي الاستحقاقات اللي عليه مثل ما يريد ياخذ. إذا ما شفت عدالة، وتعرفون دخول المحكمة الاتحادية على خط الأزمة هذا بالحقيقة كان صمام أمان وكان قرارات شجاعة في وقت مهم. المحكمة الاتحادية قراراتها باتت ومنجمش جميع الأطراف، كانت في الأقليم وفي المركز عندما أقرت بعدم مشروعية التعاقد مع الأقليم في شركات النفط وعدم إعطاء المبالغ، هذه حتى يساعد بالدفع لإقرار القوانين اللي جنابكم أشرت إليها، وخاصة قانون مثل قانون النفط والغاز اللي هو قانون الآن أصبح المركز والأقليم مجبرين وملزمين على إقراره حتى نخلص تأخر الموازنة اللي تكلموا الأخوة أنها أحد الفقرات اللي أخرت هاي المشكلة. شلون يوافقون بين قرارات المحكمة الاتحادية؟ ممنوع الحكومة الآن تعطي الأقليم أي مبلغ، مو شلون يخلصون من عندها هاي؟ فلذلك بدت يفكرون على القضايا أنه هو يعتبرها حيل شرعية للخلاص من هذا المأزق القانوني. كل هذه الأشياء بالحقيقة إلها أثرها السياسي والاقتصادي بل حتى الأمني. يعني جوز أكو ناس مرات يفكر يقول لك أنا ما أريد البلد يتحرك أمنيا حتى أنا ما أمضي المستحقات عليه، حتى ما أمضي يعني أنفذ واجباتي. صار هذا الكلام والله يعني مرات. من يجي الآن شاهدنا أبو يقول لك الحلة 5% مكامل، أنا 20 سنة وين صارت؟ بس أنت روح الأربيل شوفها، أربيل جيدة مو أربيل بالعراق ويأخذ استحقاقاته، والبصرة تأخذ استحقاقاته، والناصرية الآن يعني محافظة منتجة للنفط، ولكن أنا الآن عندي شركة متلكئة صار لها 10 سنوات الوزارة ورئاسة الوزراء ما تقدر تحلها، شركة تجاري في قضاء الشطرة اللي نفوسها بقطنة 300,000 نحن مجاري ما عندنا ولا شارع مبلغ. هذه احنا اللي يعني نتكلم عنها بجدية رئاسة الوزراء ومن الوزراء جميعا لابد وأن الآن تكون معالجات حقيقية، وخاصة للأمور الإدارية اللي هو أحد أسباب تعطل التنمية بالعراق، وهذا الروتين الإداري القاتل المميت اللي مخاطمة ما بين وزارة ودائرة يأخذنا أشهر بالحقيقة، وكثير من المشاريع تأثرت سابقا كما أشار السيد النائب جزاه الله خير على التوافق السياسي والانسجام الموجود. المفروض حكومة السيد السوداني تستثمر هذا الانسجام وهذه الأغلبية اللي موجودة لتمرير قوانين مهمة. تذكرون في حكومة السيد المالكي أن أخر قانون البنى التحتية اللي قام مع شركات أجنبية وتشتغل يعني بالآجل، شركات تدخلك تعرقل نتيجة الاختلاف السياسي وعرقلته وإجهاضه داخل مجلس النواب. نقاط مهمة أشارت إليها سيادة النائب، لكن خليني شوية نروح لفاصل حتى نرجع لمحطتنا، لأن احنا رحنا للسياسة وعرفنا محطتنا الرئيسية. إذا مشاهدينا خلينا نروح وياكم إلى فاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومكملين ببرنامج المحطة مع ضيوف الكرام، واليوم اللمة حلوة والجمعة حلوة، ويعني احنا شوية رحنا للسياسة، فخلينا نرجع لمحطتنا الرئيسية مثل ما قال سيادة النائب، ونرجع لأسئلة شوية نغير المود، نرجع للطفولة لو نرجع للشباب لو وين نرجع؟ خذي راحتك. خذي راحتك. هو القطار بيه هواي محطات. خلينا نرجع ويا سيادة النائب. أكيد تحمل بعض الذكريات من الطفولة والتعايش اللي كان موجود في العراق، وهذه الروح اللي يصير برمضان وبالعيد وغيرها، وهاي مثل ما نقول نفرح لفرحكم وتفرحون لفرحنا. هذه الذكريات تولد عندك فد حنين للماضي، خلينا نحكي شوية عن يعني ولو انا مواليد الانبار. اي نعم. لكن جريتنا ما كان اكو مدرسه. فاضطريت الوالد عندنا قرايب وبيت رضيعتي بكركوك. كركوك مدينه تاخي كانوا يسموها. طبعا.
بيها كل المكونات المجتمع العراقي. فطفولتنا كنت اتذكر البيض ما كان يجي طبقات، كان يجي واحد سلتين بيده يصيح باربع لغات، بيز بيز وبيض بيض وجمرته جمرته وبي بي بالسرياني والعربي والتركماني والكردي. ايه اي نعم. ويجي بالخبوز هم باربع لغات يصيح بالشوارع. فكنا هالشكل، ما كان عندنا فعلا يعني، كان فعلا مدينه التاخي، الى ان اجت النظريه العنصريه مال حزب البعث، بلشت هذا تركماني وهذا عربي وهذا كردي وهذا مدري شنو، وخربت كركوك. يعني حقيقة العنصرية بدأ من ذاك الزمان، سنة 70 بالأخص، 63 بدأت. نعم. يعني صارت جرائم مقرفة بحق البناتنا بمدارسنا بكل اللي مو بس من كل المكونات. نعم. بعدين كررت سنة 68 وفوق، وصارت يعني تعريب ومدري إيش، وشيل الكرات طلعهم يودي الفيلية مدري تسوي بيهم، وهكذا يعني كانت ممارسات عنصرية بدأت. وبعدين هسه واحد قبال الثاني، التركماني خايب من الكردي والكردي خايب من العربي والعرب مدري شنو، يعني ما كان هالشيء هذا. كنا مع بالواقع دا تصير بالواقع ماكو احد. لا 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 لا، شوف المجتمع ما عنده مشكله، بس القيادات السياسيه عندها هاجس، عندها هاجس. يعني يقول لك اللي العضه تحيه يخاب من الحبل، عرفتي شلون؟ فمن تجي على الارض التركماني والكردي مع بعض يخاب من العربي، لان العربي هو جاي جديد هناك، مو كلهم طبعا، جزء اللي جايبهم من عماره او بغير مكان تعريب مشاريع. من تجي على السياسه لا، التركماني والعربي سويه يخاف من الكردي دا يتمدد عليه مدري شنو. هاي ما كانت اكو، يعني صارت شيء جديد. شوف هسه انا رحت وخرت من السياسه بس انت رجعتني، فراح اسال. لا لا مشكله هنا انا اقول لك، انت من كنا صغار اربع لغات، بايع البيض وبايع الخبز وبايع الفواكه باربع لغات وصيح. ما انت جبتنا هسه للسؤال، يمر من المحله الكرديه المحله التركمانيه او المحله العربيه، ماكو عندنا مشكله. هو جابنا للسياسه. لا يعني غير طفوله، هاي كان طفولتنا ما عندنا مشكله، جبتها على التاخي والهاي وكل من يريد له. هاي قانون الانتخابات شو وقت يمرر وهل سيمرر واكو انتخابات قادمه؟ قانون الانتخابات شوفي، يعني المرجعيه انطت رايها انه هذا الاعلى اصوات تصير كتله كبيره، ابو الاعلى اصوات ما يطلع، ابو ال2000 صوت يطلع. ذاك جاب 15-16 ألف ما طلع، ابو ال2000 طلع. ليش؟ لانه مثلا الاخ المالكي جاب 724 ألف صوت. كم واحد طلعوا مثل ما يقولوا بزود رئيس دوله القانون اللي هم ما عندهم اصوات، لكنه هذا حقه، قائمته فائزه. فهسه العوده الى ذاك القانون مره ثانيه، يعني جينا انه هل انه اعلى الاصوات يطلع او الكتله تجيب الاصوات وتطلع ناس. المانيا واليابان دامجين الاثنين، اولا 50% من الاعلى الاصوات يمشون، ولكن من حق الكتله انه تلم الاصوات هم انه يطلع ثاني حسب نسبه الفوز اصوات الكتله. احنا ما دمجناها، لو نروح لو طخه لو شعبخه لو كلها على اصوات، ابو المليونين ياخذ له مدري 60-70 نائب، ابو المليون ياخذ له اكثر من ذاك. يعني مدى ندمج، اذا ندمج مثل ما هو باليابان مثل ما هو بالمانيا، كان يعني يتحقق مطلب اللي وصلت به المرجعيه انه الفائز على الاصوات يطلع، وبعدين كتله ما تخسر اصواتها حتى لو متشتته تلمها تاخذ حصتها. فاحنا ما دمجنا ولحد يعني الان ما دامجي. ساند ليجو يعني ممكن ساند ليجو فلسفتين. الفلسفه تقول ايش قد ما تكون اقل كتل بالبرلمان حتى بسرعه تمشي الشغل. الاخ يقول لا انت جاي تطلبني انا اقليه، ما راح اجيب حسب ساند ليجو، انت تخصيني. وهو صح وهذا صح. هذا يريده الاقل كتل، كتل كبيره مثل ما هسه تفضل انه 280 نائب كتله اداره الدوله. يعني كتله كبيره صارت. بينما اذا كتل هوايه 30-40 كتله صعب تلميهم، كل واحد يريد منصب، يريد موقع، يريد تنفيذي، يريد مدري شنو حتى يجي الا بيجي. مثل ما صار مجالس المحافظات يوميا مهددين رئيس مجلس المحافظه، لو كذا لو مدري شنو كذا، فشلناها مجالس المحافظات لغيناها لانه صار بيها مساومات، صار بيها فساد مدري ايش. يعني من وجهه نظرك راح يمرر فلسفتين، هذا واحد وهذا اثنين. فانا برايي لو نتجه الى نفس التجربه الالمانيه اليابانيه، يكون فعلا الاعلى الاصوات راح يطلع، والباقي القائمه او الكتله تلم اصواتها تاخذ نسبتها، فيصير 50-50 60-40 مو مشكله. بس مهم لازم ندمج الاثنين مثل ما هم دمجوها وانتهت مشكله. بقيه العالم يعني ما عدا تعدد قومي وصراع قومي، يمررون
متى ما شعرنا كل العراق لنا ونحن لكل العراق وكل الشعب العراقي شعبنا ما تصير مشكلة. بس لازلنا احنا غربية وانت شرقية، ذاك الشمالية ذاك الجنوبية، مشكلة هنا أنا. ولا لو احنا نفكر كعراقيين ونتصرف كعراق ما عندنا مشكلة فعلا. لو نفكر هاي هي مشكلة العراق. خليني ارجع لسيادة النائب طوقي. انا كل ما اسال سؤال اتذكر سيادة النائب يقول لي راح تلوفيها على السياسه، وسيادة النائب تحكين على خيار طماطه، تحكين على خيار طماطه سير سياسه. والله سياسه لعد الخيار والطماطه والكيلو اللحم اللي هسه صار علق لي فوق، هذا شنو مو سياسه؟ اي خليني ارجع الطفوله، حكينا عن الطفوله هنا. الطفولة في ذي قار وقلعة سكر بالتحديد ورمضان، الأجواء شلون كانت؟ شنو الذكريات اللي ممكن تستحضرها؟ محطات ممكن تقف عندها؟ يعني احنا إذا نرجع لهذا الزمن أكو وجهة كانت الناس بسيطة، الحياة يعني ما بيها تكلف، اكو احترامات، اكو القيم اكثر تقيد بيها. نعم. يعني جار ويا جار، الاخلاقيات تختلف للاسف، يعني اختلفت اختلفت يعني طباع الناس بيناتها وتوادها ومواساتها كانت افضل، رغم هي بسيطه جدا ما بيها تكلف، هذا الشق الحسن بيها. لكن احنا طفوله وفي الناصريه بالذات يعني كان يعني في ذاك الفترة في ذاك النظام، إنه في باقي المحافظات صعب تقول عليها الناصرية، كانت الناصرية بيها ضغط، أولاً ضغط الاقتصادي، يعني كانت العائلة لا يوجد عمل، فرص عمل بيها موجودة، كان النظام مستهدفها كل قطاعاته بصراحة، كان لازم الأب يشتغل والابن يشتغل والمرأة تشتغل يلا تقدر تقوتك. يعني إحنا في فترة الطفولة في وقت مبكر كنا ندرس ونعمل ما بين الدراسة وما بين العمل، يعني ويا أهلنا. نعم. بعدين صار عندنا ضغط، يا أما أنت تدرس وتكمل، تفشل تروح الحرب، إيران حرب طاحنة قتال، كان هم ضغط علينا بهذه الفترة، غير الضغط السياسي الموجود. يعني تعرف محافظة قار كانت مزدفة بالسياسيين، لأن الناصرية لام الشاعر والفنان ودول ذا كانوا كل اتجاهاتهم يعني سياسية. انت هسه وديتنا للكواليس، عريان السيد خلف منكم لو هو عريان السيد خلف عراقي، عراقي هذا اول شيء عراقي. اي لكن ما يثبت الاوراق والادلة في نفس مدرستي قلعة سكر الابتدائي اللي كنت ادرس بها. نعم. لا زال القيد والصورة مالته موجودة، يعني اعتقد هاي وثيقة رسمية. لا عريان قلعة سكر شاهد من اهلها. اي بعدها بس محطة من المحطات. ايه لازم، ايه لازم تنذكر. هي الشطرة ما تقل الشطرة، يعني الشطرة كانت يسموها موسكو الصغرى، يعني بيها الشاعر وبيها المسرح وبيها الأديب وبيها الفنان الناصري. هي لا حقيقة هي الناصرية ايش تحكين؟ تحكين عن سوق الشيوخ، تحكين عن على الشطرة، تحكين على القلعة، على الباقي المتفرقة. هو ما شاء الله يعني اي بعد الناصرية هي هذا الضغط هو اللي خرج لنا هاي المواهب، لأن واحد من يضغط عليه شو يسوي؟ ينفجر بطريقته موهبته الخاصة. قلت لك هاي الفترة اللي مرينا عليها الطفولة، بعدين صار ضغط الدراسة، يعني ما بين الدراسة وما بين الحرب، بعدين تخرجنا اجت مال حرب الخليج وضغط وكذا، لو ابوك رايح لو اخوك لو انت مهدد تخرجت لازم تروح العسكرية، وهكذا جرت بعد الامور الى الدخول الامريكان ولا الوضع السياسي ولا كذا. واحنا يعني هسه كل الاخوان قالوا احنا نستذكر المحطة، هاي المحطة يسمونها الدولية يعني مو محلية، هاي ترى نفسها ببريطانيا موجودة توصل إلى برلين، يعني اللي كان الشرق الأوسط ما بي محطة. اي فعلا بالعراق هاي كانت المحطة، المحطة والقطار تعتبر هي من رموز التطور في المدن في ذاك الوقت، يعني فعلا. يعني تقريبا الشرق الأوسط اللي احنا نعيش بيها هسه الدولية سبقتنا ما بيها محطة قطار، ما بيها محطة قطار، ولذلك هذا العمر اللي مرينا كنا هاي المراحل الطفولة اللي حكينا عليها هذا الرمز كان موجود بس ما ليش جبنا بعد نفسه وانتم هسه اكثر تطور من اللي جه هسه بعد انتم غنيتوها مرينا بك محمد مرينا بك محمد القطار الليل للناصريه
هو متحيز جدا انه دائما لازم ان سياده النائب خليني همي انا اعرج الى الى الطفوله. نرجع الى الطفوله او الشباب. اكيد اكيد اكو مواقف يعني تخلي الشخص يعرف بنفسه انه في يوم من الايام راح يكون شخصيته مختلفة. مثلا الأهل يقولون هذا يعني مثلا من كان طفل يقول عنده كلمة صاحب كلمة صاحب رأي كذا. أكو بالعائلة تنبؤوا لك أنه راح تكون سياسي في يوم من الأيام، تنبؤوا أنه راح يعني تكون لك فد دور رئيسي في البرلمان في يوم من الأيام؟ خلينا نتحدث عن هذا الموضوع. عندما يعني الشخص جاد في عمله مهما كان عمله، مرة عمله سياسي مرة اقتصادي مرة ولو كان يعني عمله يعني بسيط، فأنا عملي منذ يعني العمر الكباري يعني بالقطاع الخاص، فيعني كنت جاد والحمد لله أي عمل أكون فيه أكون الحمد لله ناجح. بدأت من العمل البسيط يعني الى يعني في وقت الحصار يعني حصار طبعا حصار كان الحمد لله تجاوزنا ايام الحصار بالعمل باليد يعني كيد كادحه وحامله الى ان يعني انفتحت الامور وانفتحت افاق بعد يعني تغيير النظام، فتحول العمل الى يعني الى تحولته الى يعني شركه متواضعه. فهذه جدية العمل هي هيئة يعني تطور يعني تطور العمل يعني ينطي يعني إيحاءات انه انت راح تكون ممكن يعني انه تتقدم في عملك يعني، وانت ممكن يعني انت تعمل ايضا تكمل دراسة نتيجة الحرمان اللي فعلا صح يعني في السابق يعني كانت يعني بالحقيقة حرمنا نتيجة الظروف المالية والأزمات، يعني كان يعني وقفنا لحد معين من الدراسه، كملت دراستي بعد يعني بعد تغيير النظام من الماجستير. حلو انه الانسان يبقى عنده طموح ويكمل. ما له علاقه حتى بالامور ولا ممكن انت تستفيد من حدا كجانب مادي، ولكن انت انه تحقق طموح بداخلك. يعني طموحك طموح في داخلك. الان انا قاعد اكتب الدكتوراه وكملت الماجستير ايضا. كل التوفيق ان شاء الله نتمنى لك. خلينا نرجع لسيادة النائب. سيادة النائب طبعا كل ساعة يرمقني بنظرة انه لا تسأليني بالهاتف. لا هو على المحطة. انت دا تسترجع طبعا الذكريات. استرجع محطات العمر. خليني اسألك يعني تقريبا نفس السؤال لسيادة النائب، لو رجع بيك الزمن الى الوراء تختار هذه المحطة اللي اختاريتها او هذا الطريق اللي اختاريته؟ لو تحاول انه تغيره بمسارات اخرى، تغير التكت الرحله؟ لا اكيد اكيد هذا يعني هاي المحطه اللي انا هسه بيها انا بختارها يعني من طفولتي. يعني تدرين احنا عاده هناك اسباب وصلتنا الى هذه المرحله، لعله واحده منها النشأة بالاسره ويعطونا الدور القيادي ويحملونك مسؤوليه. علاقاتك بشبابك انت تكون متصدي دائما ولك حضور ولك نعم، وايضا في عملك تدرين هاي الثقافه نتعلمها من احنا صغار الى ان نوصل الى مرحله نكون نتصدى، وانا اتشرف انه انا اكون بها يعني انا يعني اتشرف ان اكون بهيك موقع حقيقه. تدرين يعني يقال انه اشرف عمل هو العمل السياسي، بس السياسي الحقيقي اللي يخدم بلده ويخدم ناسه ويكون حريص على مصالح بلده وناسه، لانه المهنه هاي قاعد ندفع ضريبتها كثيره على مستوى عوائلنا على مستوى راحتنا، يعني نراقب ادق التفاصيل في عوائلنا حتى لا نشعرهم انه انت تختلف عن جارك وبالمنطقتك ومحيطك، حاله انه قاعد نظر في كثير من التفاصيل اللي هم حقهم يعني ابسط حقهم. فهذه القضيه لو يرجع بي الزمن بعد 20 سنه ما اختار هذا. اذا انت راضي عن رحلتك؟ اي راضي، لانه انا خدمه شعبي وخدمه بلدي وخدمه منطقتي هو شرف ما بعد من الشرف، هذا تكليف الله سبحانه وتعالى اعطانا اياه على قدر الامكان نكون على قدر هذه المسؤوليه. ويراودني في هذا الموضوع حديث لامير المؤمنين سلام الله عليه،
الحديث يقول لو تنحى الأخيار لتصد الأشرار. فعلا. الخير إذا ما يتصدى يجي سيء بدال يتصدى. فعلا. فإحنا قدر الإمكان هذه التجربة الديمقراطية اللي أنا أعتبرها تجربة فتية. نعم. 20 سنة في الأنظمة الديمقراطية تعتبر تجربة فتية. قدر الإمكان كنت تشذب بشخصيات على قدر عالي من المسؤولية حتى تخدم البلد. تخدم بلدها وبالتالي حتى نعالج كثير من المشاكل. هذه محطة أعتز بها وأفتخر بها والحمد لله وشغل يعني هم الدنيا صارت صغيرة من يريدون يسألون على علي الحميداوي يعرفون شنو علي الحميداوي إن شاء الله دائما من يسألون يعني على أي نائبين يعرفون شنو النائب وبالتاريخ إن شاء الله اتساقنا لا زال موجود بناسنا اتساقنا بناسنا ومدينتنا أنا ابن مدينة الصدر 60 سنة في هذه المدينة لحد الآن في هذه المدينة أتجول وأمشي براحتي وناسي وأهلي وأعتز بالانتماء لهذه المدينة وهي حالة حالها ديقار هم مدينة مبدعين شعراء ودباء كفاءات علمية أغنت البلد بطاقات صحيح. كبيرة صحيح. بطاقات جديد. شبابية بطاقات كبيرة أضافت لهذا البلد الشيء الكثير فبالتالي اليوم هذه المحطة اللي أنا بيها أفتخر وأعتز بيها ولو أكيد أرجع أؤكد على لو رجع بيها الزمان أيضا أختار هذه المحطة إن شاء الله إن شاء الله تكون قدها وإن شاء الله دائما تكون مفتخر بيها أمين رب العالمين ويعني الوقت داهمنا وصلنا إلى ختام الحلقة فأني جدا أشكر حضوركم ويانا وتكبدتوا العناء وإجيت ولو هو الأجواء حلوة اليوم هنا بهذا المكان فشكرا جزيلا لحضوركم ورمضان كريم عليكم مرة أخرى وإن شاء الله يا ربي نعاد عليكم بالخير والمسرات فمشاهدينا وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم لكن محطاتنا بعدها مستمرة انتظرونا غدا إلى اللقاء